أما هلأ وصلنا لمساحتنا الطبية وحديثنا اليوم عن الولادة المبكرة والمرحلة يلي بيصل فيها الطفل قبل إتمام 37 أسبوع من الحمل، ويولد معظم الأطفال بعد الأسبوع 32 من الحمل وبيتمتعوا بفرصة جيدة للبقاء على قيد الحياة والنمو بشكل صحي. أكيد ليا لنحكي عن الموضوع أكثر بصيرنا نرحب معنا بالاستديو بصباحنا غير بالدكتور شادي خلوف، اختصاصي أمراض نسائية وتوليد وعقم. بدنا نتشكرك على وجودك معنا وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، يسعد يسعد صباحك، صباحي، أهلا يسعد صباحك وسهلا ليا، دكتور. أهلا فيكي. خلينا نحكي عن موضوع الولادة المبكرة، وخلينا نحكي عن هذا المفهوم يلي يمكن كنا عم نحكي تحت الهواء انه بالشهر السابع الثامن طبعا التاسع. طبعا خلينا نصنف الأشهر والأسابيع الصحيحة لتجاوز مرحلة الخطر، أو الوليد رح يكون بمرحلة هلا خطر. أول شيء لازم نعرف شو هي الولادة المبكرة، يعني ما كل ولادة بتصير قبل الشهر التاسع هي هي بتسمى خطرة. ولادة مبكرة وبالتالي ما هي ولادة خطرة. هلا الولادة المبكرة مبدئيا هي كل خروج لمحصول الحمل او لهذا الجنين بيصير بين الاسبوع 24 والاسبوع 37، يعني بين الشهر السادس وبداية الشهر التاسع، لانه قبل الشهر السادس تسمى اسقاط. هلا احنا بالمعلومات العامة او عند العوام هو كله خروج لمحصول الحمل، ولكن في فرق بين الاسقاط ومعالجته وطريقة تدبيره، وضع الجنين اللي بيكون قبل الشهر السادس ووضع الجنين اللي بيكون بعد الشهر السادس لبداية التاسع. النقطة الأخرى حقيقة هي في ولادة مبكرة بتنفرض علينا نحن، ما فينا نغير فيها، صرنا مضطرين إنه نولد هي السيدة اللي عندها بسبب أعراض مخاض وولادة للأسباب المتعددة، اللي ممكن تكون حمل توأم وبالتالي يكون في تمطط كبير بحجم الرحم وما عاد قدر الرحم يستوعب هدول الجنينين أو ثلاث أجنة أو أربع أجنة حتى، وبالتالي هون رح تصير ولادة مبكرة، تشوهات الرحم، المشاكل المشيمة، انفكاك المشيمة المبكر، ارتكاز المشيمة المعيب، كلها هي أسباب ممكن تخلي الولادة تصير فجأة. وممكن شيء نحن نولده نقوم بكير فيه لأنه صار في عوامل ما بتخلي الحمل يقدر يستمر، وبالتالي نحن مضطرين أنه نولد السيدة فورا أو ناخذ قرار التوليد فورا، الانتانات الأمنيوسية اللي بتصير، بعض التشوهات عند الأجنة اللي بتخلينا نولد فورا، النزوفات اللي ما ممكن توقف، ارتفاع التوتر الشرياني، السكري أحيانا لما بيكون غير مضبوط بشدة ممكن يأثر حياة الأم. هذا الشيء بيخلينا نحن نتداخل على هذا الحمل حتى هذا الحمل يولد بوقت مبكر، مشان احنا نحافظ على حياة الأم، لأنه ممكن يكون في مشكلة أصلا على حياة الأم على والجنين. حياة الأم، وعلنا أنه نقدر نساعد بأنه نحافظ على حياة الجنين إذا الجنين ولد بشكل مبكر، لأنه أكيد الولادة بالشهر السادس والسابع ما هي ولادة آمنة بالنسبة صحيح. للجنين طبعا. صحيح. ارجع على موضوع الولادة المبكرة مع الدكتور شادي خلوف من جديد. يسعد صباحك يسعد دكتور. صباحكم، يسعد من جديد صباحكم. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا. قبل ما نفوت يمكن بتفاصيل الآثار السلبية على الجنين بالولادة المبكرة، خلينا نحكي يمكن شو هي اللي يمكن الأعمال اللي لازم المرأة الحامل تتجنبها لتجنب الولادة المبكرة. في كثير من النساء يمكن مثل ما قلت قبل ما نروح على الموجز، في كثير من التفاصيل للمرأة هي يمكن بتقوم فيها وبتأثر على الولادة. هلا نحن الميزة بالموضوع أحيانا بنكون محظوظين بأنه بتصير عنا أعراض نحن بنسميها تهديد ولادة باكرة، يعني بتعطينا إنذار، يعني إنذار بالولادة بأنه في أعراض، انتبهي يا سيدة، خبري الطبيب، تواصلي معه، لأنه في أعراض عم تقلك أنه أنت إذا ما انتبهتي لهذا الموضوع بالتالي ممكن نتطور لولادة مبكرة، يعني رح يتطور لمخاض فعال نظامي لا يمكن إيقافه، وبالتالي رح تصير عملية الولادة. هلأ لما السيدة بتتواصل معنا بهذا الموضوع فنحن فينا نعطيها الأدوية المناسبة، فينا نحذرها، فينا نخفف، في لازم ترتاح، لازم تأخذ مضادات تشنج، لازم تأخذ مرخيات رحم، لازم نعمل بعض التحاليل لحتى نشوف ليش صار عندها أصلا الأعراض اللي ساعدت على حدوث ولادة مبكرة. في بعض السيدات اللي عندهم مشاكل نحن بنعرفها قبل، يعني عندهم ارتفاع توتر شرياني، عندهم تشوهات بالرحم، بنعرف انه عندهم حمل توأمي، فينا ناخذ حذرنا قبل ونبقى على تواصل دائم مع بس السيدة. في النساء هن سليمات وفجأة بيتعرضوا لولادة مبكرة بسبب يمكن أعمال بيقوموا فيها 100% يجب 100% تجنبها. الأعمال المجهدة، المشي لساعات طويلة أحيانا، نحن بننسى موضوع أنه نحن حوامل أحيانا بننزل على السوق بنقوم بتعرفي بالشيء المعتاد اللي احنا بنعمله ولساعات طويلة، خاصة بفصل الصيف ما بنكون شربانين أي نوع من أنواع السوائل، ما بنكون أخذين
حتى بيكون بلا فطور احيانا، فهذا كله ممكن يكون مؤذي. بيكون عم يصير عندها انتانات بوليه، معناها عم تتراقب، السيده بتعطيها دواء، سيداتنا بالغالب بيخافوا من تناول اي دواء اثناء الحمل، ولو الدواء الطبيب هو اللي واصفه للسيده، بس هي بتقلنا انا عم باخذه، هي ما بتكون عم تاخذ الدواء ابدا، وكانه يعني نحن غير عالمين بالادويه اللي هي ممكن تنعطى او ممكن فجاه تلاقيها عم تعزل البيت وهي حامل. طبعا 100% 100%، وكله هذا ممكن يكون مؤثر. نحن كثير بنقول لهم للسيدات، او انا بقول لهم للسيدات، كل شيء مسموح تعملوه ولكن بحذر، وكل شيء ما انكم مضطرين تعملوه اجلوه. وبالتالي نحن يعني اكيد ما له محبذ انه سيده تكون حامل شهر سابع او ثامن وتطلع على السلم لحتى تليف الحيطان، تليف حيطان ولا تعزل مطبخ، يعني هذا ما له الوقت المناسب. وما له الوقت اللي احنا لازم نقوم فيه بهي الاعمال المجهده على جسد السيده، وبالتالي مجهده على الجنين، حتى يعني بالذات لما بيكون في مشاكل بتمنع انه نحن نقوم بهالاعمال، ولما بيكون في عندنا تنبيهات انه في شيء عم يصير قد يؤدي للولاده المبكره. نعم دكتور شادي، يعني يمكن كثير بتيجي مثل ما ذكرت تنبيهات او بصير في ولاده مبكره طبعا. ولكن يمكن في اساليب بتاخرها كم يوم، يمكن خلينا نحكي انه كيف فينا ناخر او نساعد السيده لحتى بس تتاخر كم يوم. سؤال مهم. نحن يعني للاسف انه ببلادنا في كثير مشاكل ممكن تصير، هي بالغرب او باوروبا المريضه لازم تكون في قبول مشفى، ما لازم المريضه تضل قاعده ببيتها وهي طبعا وهي عندها تهديد ولاده باكره واي اعراض لها علاقه بالولاده الباكره. فالسيده مجرد ما تتواصل معنا، اذا احنا قلنا لها انه انت لازم تدخلي على مشفى، فهي لازم فعلا ندخل على مشفى، نعطي سوائل، نعطي سيرومات، نعطي صدات وريديه احيانا، لانه اذا في مشكله انتان بولي شديده او اي انتان او انتان امنيوسي، فاحنا لازم يكون في قبول مشفى، لازم يكون في راحه تامه بالسرير، حتى لدرجه انه ممكن احيانا نمنعها انه تدخل على الحمام، ويكون الموضوع كله بالسرير، لانه اي عمل مجهد بالنسبه لها لو كان بسيط، ولو مشي لبضعه امتار رح يعمل لنا مشكله، ورح يفاقم لنا من موضوع المخاض، لانه هو الولاده المبكره هي مخاض. سبب فيها وحدوث سبب حدوثها هو حدوث مخاض مبكر فعال، رح يسبب اتساع بعنق الرحم، وبالتالي خروج محصول الحمل قبل الوقت اللي احنا لازم السيدة تولد فيه. طيب دكتور، خلينا نحكي عن الآثار السلبية للجنين بالولادة المبكرة. يعني دائما لما نقول ولادة مبكرة بيكون في خوف على الجنين طبعًا. إنه الجنين رح يكون سليم 100% أو يمكن بالسنوات القادمة رح يكون عنده مشاكل صحية 100%. هلأ نحن أصلا بكل الحمل، بكل مراقبتنا للحمل وبعملية الولادة اللي هي بالعلم تسمى فن التوليد، نحن الهدف هو المحافظة على صحة الأم وصحة الجنين، وبالتالي الولادة المبكرة الخطر الأكبر فيها غالباً بيكون موجه تجاه هذا الجنين، خاصة لما بيكون يعني خروج محصول الحمل أو هاي الولادة المبكرة رح تصير بوقت فعلاً مبكر جداً. يعني لما بيكون ولادة مبكرة بال 36 أسبوع، ولو بالتعريف هي تسمى ولادة مبكرة، ولكن على الجنين ما عندنا نفس الآثار السلبية اللي إذا كانت هالولادة بالشهر السادس أو السابع، يعني بمعنى 26 و28 أسبوع أو حتى 30 أسبوع اللي هو قبل الشهر الثامن. هون بيقولوا بيكون يمكن في مشاكل بالرئة أو طبعا هون المشكلة الأساسية بنعاني منها إنه بعض وظائف الجنين لسه ما اكتملت، وخاصة عملية التنفس، وخاصة طبعا نضوج الرئتين. ولو أحيانا بنلحق إنه نعطي السيدة العلاج المناسب، يعني نعطيها إبر الكورتيزون اللي هي ديكسون بجرعات معينة بتتالي معين، حتى نحاول ننضج الرئتين بسرعة، ولكن أحيانا ما بتكون الفترة كافية بين اعطاء الابر او اعطاء الادويه وبين حدوث عمليه الولاده. ولذلك هو المهدد الاول هو الجنين، والمهدد الاول بالنسبه لنا بتسارع عمليه التدخل هو الجنين. وبالتالي عمليه الخداج اللي هي بتصير كثير مؤذيه احيانا للجنين، انه الجنين بده يضطر يدخل على حاضنه، ممكن يتعرض لانتانات. موضوع التنفس عند الجنين ممكن ما يكون بشكل سليم، ولذلك احنا بنقول انه التدبير السريع هو احد اهم الوسائل اللي احنا نوصل لبر الامان بسرعه، وبالتالي نسيطر على الحاله. ولو اضطرينا نخلي السيده احيانا شهر او شهرين بالمشفى اذا صار عندها ولاده مبكره كثير بكير، او اعراض ولاده مبكره خلينا نقول بالشهر السادس، ممكن نخليها شهرين بالمشفى، لانه احيانا بتطلعيها على البيت ترجع الاعراض بسرعه، لانه هي عم تضطر تقوم باعمال معينه، فلا نحن ممكن نخليها بالمشفى او بالمشفى لمده
ولو شهرين احيانا حتى نوصل لبر الامان بالنسبه للام وبالنسبه للجنين. نعم، نحن بنتمنى اكيد كل السيدات دائما يرجعوا لعند الطبيب ويسمعوا باستشاراته والادويه طبعا. وكل هدول التفاصيل يمكن يتبعوها على اكمل وجه. نحن كثير بدنا نشكرك دكتور شادي خلوف، وان شاء الله ما بيصير ولادات مبكره عند ولا سيده. دايماً دايماً دايماً. شكرا اكيد لكل شيء ولكل النصائح والمعلومات يلي بتقدمها للسيدات. شكرا كثير لك. شكرا لك دكتور شادي خلوف، والاهم الالتزام بالنصائح اللي قدمها الدكتور. شكرا كثير لك.